السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الاختبار التراكمي القصير رقم واحد على الدرس الأول من الوحدة الرابعة، اللي هي الوحدة الأولى هندسة لطلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني دفعة 2024، اللي هو درس الكميات القياسية والكميات المنتجة. الدرس اللي قلنا عليه مهم جدا جدا يا باشمهندس، عشان بعد كده عشان بإذن الله الوحدة كلها بقى المتجهات، العمليات على المتجهات، التطبيقات، كل ده بيعتمد على الدرس ده، بيأسسك كويس جدا جدا للدرس اللي جاي. لو انت اول مرة شفت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. طبعا الاختبار ده باشمهندس موجود صفحة 32، بنحل من كراسة المعاصر الجزء الخاص بالامتحانات النسخة الجديدة نسخة 2024. افكرك ان احنا بفضل الله نزلنا درس الاول جبر، حلينا كل تمارينه، درس الاول حساب مثلثات وحلينا كل تمارينه، وناخد النهارده الدرس الاول هندسه، واحتمال الحصه اللي جايه ناخد الدرس الثاني هندسه، لان زي ما انت عارف طبعا فرع الهندسه بيبقى طويل كالعاده يعني باذن الله. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. السؤال الاول بيقول لي في المستوى الاحداثي المتعامد اذا كانت النقطه ا بكذا والنقطه ب بكذا وجيم بكذا وكانت الجيم د بتكافئ ال ب، فان النقطه د قلنا معنى ان تكافئ ان هي قدها في الطول وفي نفس الاتجاه، قلنا تكافئ يبقى قدها في الطول ونفس الاتجاه. قلنا ليها اكتر من طريقه. انت دلوقتي يا باشمهندس بتقول لي الجيم د بتكافئ الالف ب، فقلت لك الالف ب متجه. دي اعرف الطريقه دي عشان نستخدمها من الدرس اللي جاي، فابدا اقول اللي هي النهايه ان هي ب ناقص البدايه اللي هي الف بس. يعني هنا 4 ناقص 4 يبقى بالنسبه لي صفر مطرح. طب تعالى اكتبها لك، الباء اللي هي 4 و4 ناقص الالف اللي هي 4 وسالب 3 بس، هيبقى 4 و4 0 تمام. وهنا 4 ناقص ناقص 3 يبقى 4 زائد 3 كام؟ 7. يبقى بالنسبه لي ان المتجه ا ب اسمه 0 و7. طب مش هو بيكافئ الجيم د؟ طب ما انا عارف ان الجيم د عباره عن النهايه اللي هي د ناقص البدايه اللي هي ج. طب الدال ما اعرفهاش، اسميها س وص ناقص الجيم اللي هي بالنسبه لي سالب 2 وسالب 1. الكلام ده يساوي ايه؟ س ناقص ناقص 2 يبقى س زائد ال 2، وهنا ص ناقص ناقص 1 يبقى ص زائد الواحد. حلو، هقول الاول بيساوي الاول، ما خلي بالك متكافئين يبقى دول متساويين، يبقى انا معايا س زائد ال 2 بتساوي صفر، لما اودي دي يبقى اذا الس بسالب 2، ومعايا دي بتساوي دي، يعني ص زائد الواحد بيساوي 7، لما اودي دي يبقى ص 7 ناقص 1 اللي هي 6. يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس اللي هي عباره عن سالب 2 وكام؟ و6. يبقى اذا النقطه د اللي انا بدور عليها هي النقطه سالب 2 و6، يعني بالنسبه لي الاختيار ا هو الصح. الطريقه الثانيه، مش انا عارف ان هي تكافئ، يعني هم قد بعض في الطول، فهبدا اجيب طول ال ا ب من قانون جذر، فرق السينات 4 ناقص 4 يبقى صفر تربيع زائد سالب 3 ناقص 4 يعني سالب 7 تربيع، هتحسب ده هتطلع معاك ب7. هتقوم واخد النقطه ج مع الاجابات كلها تجربها مع الاربع اجابات واللي يديك 7 هو الصح. يعني مثلا لو خدتها من النقطه الاولى يبقى الج ده بيساوي جذر سالب 2 ناقص ناقص 2 يبقى صفر تربيع، وهنا سالب 1 ناقص 6 تبقى سالب 7 تربيع، تحسبها تبقى 7، يبقى هي دي اللي بتحقق. الطريقه الثانيه نشوف التغير، وقلنا الثلاث طرق دول في الاختر، ايه التغير ده؟ يعني الاربعه بقت 4 يبقى زادت 0. حلو جدا. السالب 3 بقت 4 يبقى زادت 7. ده التغير، ده حاجه اسمها التغير. يبقى الجيم د، الجيم دي برضه هنا 0 وهنا 7. يعني سالب 2 هزود على 0 تبقى سالب 2، السالب 1 هزود على 7 يبقى 6. كلها طرق يا باشمهندس، ولكن انا عايزك تعرف الطريقه دي عشان دي الطريقه اللي احنا هنكمل بيها المنهج كله باذن الله. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 2 بيقول لي اذا كان ا ب ج د ه واو شكله سداسي منتظم مركزه الهندسي زي، هنرسم كده سداسي اسمه ا ب ج د ه واو. هنبدا نعمل الاقطار لان المركز الهندسي نقطه تقاطع الاقطار، طبعا المفروض كلهم يبقوا متقاطعين في نقطة واحدة اللي هي دي كده، النقطة دي اللي هي سي. طيب بيقول لي أي قطع المستقيمة الموجهة التالية غير متكافئة، غير متكافئة يعني مش قد بعض في الطول أو مش لهم نفس الاتجاه. طيب أول حاجة بيقول لي الألف ب والواو سي دول متكافئين ليه؟ أولا متوازيين فهم في نفس الاتجاه. قلنا يا باشمهندس القطر ده بيبقى ضعف الضلع، يعني إيه؟ لو الضلع ده 5 يبقى القطر ده كله 10، بيتقسم لخمسة وخمسة مثلا، دي أرقام يبقى دي قد دي تمام، يبقى هما في نفس الاتجاه وقد بعض في الطول، يبقى دول يا باشا متكافئين مفيش عليهم خلاف. طب الالف ب مع اله د دول سهلين، دول متكافئين وقد بعض في الطول لانه ثلاثه منتظم، يبقى الاضلاع كلها قد بعض اللي انا فرضته بخمسه يعني، فدول متكافئين.
الالف ب مع الزي ج نفس الفكره، دول متوازيين. وتاني حاجه احنا قلنا ده ودي 5 فدي 5، نص القطر بيساوي الضلع، فطبعا دول متكافئين، يبقى هي دي اللي مش متكافئه. ليه؟ بيقول لي الالف ب مع الزي د، اولا هي الزي د ب5 برضه، ولكن مش نفس اتجاهها، ده مش بيوازي الضلع ده، فهنا السبب ان هما ما لهمش نفس الاتجاه يا باشمهندس. تلاته بيقول لي سيارة قطعت 20 متر في اتجاه الشمال، طبعا دي اتجاهات، فأنا هبدأ أرسم اتجاهات بالشكل ده كده. أنا أفترض إن أنا واقف في نقطة الأصل اللي هي واو، همشي 20 متر في اتجاه الشمال، يعني أوصل لنقطة هنا اسمها ألف، يبقى بالنسبة لي دي 20 متر. ثم قطعت نفس المسافة في اتجاه الغرب، يعني وهي واقفة عند ألف هتمشي ناحية الغرب، يعني ناحية الشمال كده، اللي هي المسافة كام؟ 20، ما هي نفس المسافة، فيبقى سمي دي مثلا 20 برضو متر. فبيقول لي فإن الإزاحة، الإزاحة هي أقصر طريق من نقطة البداية اللي هو واو وخط النهاية اللي هو جيم، يعني الإزاحة هنا اللي هي الواو جيم. طب أحسب الواو جيم دي إزاي؟ ما ده مثلث قائم. يبقى أنا ممكن أحسب الواو جيم من فيثاغورس اللي هو جذر 20 تربيع زائد 20 تربيع، تطلع معاك 20 جذر 2. طول الوتر في المثلث القائم متساوي الساقين، طول الضلع في جذر 2. حلو جدا. في اتجاه مين بقى؟ خلي بالك دي 20 ودي 20، يبقى دي 45 ودي 45 ودي 45. ليه؟ لأن أصبح المثلث اللي فوق متساوي الساقين، يبقى دي 45 ودي 45، ودي 45 ودي 45. يبقى إذا كده الواو جيم في النص بالظبط ما بين الشمال والغرب، يبقى إذا قيمتها 20 جذر 2 في اتجاه الشمال الغربي، يبقى 20 جذر 2 في اتجاه الشمال الغربي، يعني بالنسبة لي الاختيار جيم هو الاختيار الصح. دي يعني من أكتر الأسئلة أو نوع السؤال ده بالذات اللي بيجي كتير جدا في الامتحان يا باشمهندس. تمام؟ تمام أوي. رقم 4 بيقول لي أي مما يأتي يمثل كمية متجهة. طبعا الزمن انا بحتاج اعرف مثلا الوقت، بس هتقول لي الوقت الساعة كام؟ اقول لك الساعة 2:30، مش مهم اتجاهها. تمام؟ فطبعا ده كمية عادية. درجة الحرارة، اقول لك درجة الحرارة النهاردة كام؟ هتقول لي درجة الحرارة النهاردة 20 درجة سليزيوس، مش مهم اتجاهها، فدي عادي. الازاحة بقى مهم جدا، لان المساحة دي الازاحة دي لازم اعرف مقدارها، يعني انا حركته يا باشمهندس بقوة مثلا كذا في اتجاه كذا، فالازاحه دي بالنسبه لي كميه متجهه. الكتله طبعا لا، لو حاجه كتلتها مثلا 5 كيلو جرام انا مش مهم بالنسبه لي الاتجاه، فهنا الكميه المتجهه اللي هي مين؟ اللي هي الازاحه اللي هو ج. 5 بيقول لي اذا تحرك راكب دراجه مسافه 12 كيلو متر في اتجاه الشمال، في راكب دراجه كان واقف، تعالى برضو نعمل اتجاهات كده، ادي الشمال، هنفترض ان هو واقف في نقطه الاصل هنا، قال لك ان هو يمشي 12 كيلومتر في اتجاه الشمال، يعني مثلا وصل النقطه الف يبقى مشى 12 كيلومتر، يعني طالع لفوق هنا. طيب وتحرك من النقطه اللي وصل اليها 4 كيلومتر، هو وصل لالف، قال لك هيتحرك من الف دي مسافه 4 كيلومتر، يعني هينزل هو من عند الف اهو، هو واقف عند الف اهو، هيقوم نازل 4 كيلومتر لتحت. فان المسافه التي قطعها الراكب الدراجه خلال الرحله، المسافه هي طول المسار الفعلي، هو طلع 12 كيلومتر وقام نازل 4، يبقى 12 و4 16، فهو هنا بيسالنا عن المسافه، اقول له المسافه 16. طب لو كان قال لي الازاحه، الازاحه دي نقطه البدايه والنقطه دي مثلا ج اللي هي النهايه، يبقى الازاحه اللي هي واو ج اللي هي 12 و8، 12 ناقص 4 8، يبقى ال 8 دي مقدار الازاحه، انما ال 16 دي مقدار المسافه. قلنا دول لازم نفرق ما بينهم بصوره كويسه لان دول اهم حاجه في الدرس. 6 بيقول لي أ ب ج د مستطيل، ماشي، فإذا تحرك الجسم من أ إلى ج، تعالى كده نشوف، آدي المستطيل اسمه أ ب ج د، بيقول لي تحرك الجسم من أ إلى ج، يعني الجسم كان واقف هنا أما اتحرك ل ج هنا، حلو، ثم إلى ب، من ج أما ماشي إلى ب، فوصل طبعا هنا، حلو، سمي دي النقطة 1 دي 2 دي 3 عشان نعرف الحركة. وقام اتحرك من ب لد، اتحرك من ب لد هنا، يبقى مشى ا ج ب د. فبيقول لي فان الازاحه الحادثه، بص يا باشمهندس، رقم 1 دي البدايه ورقم 4 دي النهايه، قلنا الازاحه اقصر طريق ما بين نقطه البدايه والنهايه، اقصر طريق ان هو يمشي من ا لد، يبقى انا بالنسبه لي الازاحه مقدارها ا د في اتجاه من البدايه للنهايه، يعني الاتجاه كده، يعني برضو في اتجاه ال ا د بس، يبقى بالنسبة لي أ د في اتجاه الأ د، أ د في اتجاه الأ د اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ج. بس أهم حاجة يا باشمهندس تكون فاهم مسألتك بصورة كويسة، وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. 7 بيقول لي أ ب ج د مربع تقاطع قطراه في م س وص منتصفات أ ب و ب ج. طيب هنبدأ نرسم مربع أهو،
مربع ده اسمه ألف ب ج د. قال لك إن القطرين بتوع تعاطعهم في نقطة اسمها ميم. جميل جدا. بيقول لي س منتصف الألف ب، يعني س هنا في النص، فدي كده قد دي. وقال لي إن ص منتصف الب ج، يعني ص هنا كده، فص هنا في النص، منتصف دي. بيقول لي فإن س ص متجه بيكافئ إيه؟ تعالى كده يا باشمهندس نشوف. لما أوصل الس بالص كده، فده كده المتجه. خلي بالك س في النص وص في النص، دي اسمها قطعة واصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث، بتوازي الضلع الثالث وبتساوي نص. يعني هي بتوازي الألف ج وبتساوي نص. طب ما أنا عارف من خواص المربع إن القطرين بينصفوا بعض، يبقى دي قد دي. يبقى هي يا باشمهندس بتساوي نص، يعني مثلا لو هي 5 يبقى القطر ده 10. طب ما هو مقسوم لحتتين 4، يبقى دي 5 دي 5. يبقى اذا السين ص بتكافئ حاجتين، يا اما الالف ميم متجه يا اما الميم جيم متجه. تاني لازم الالف من ميم، لان دي من فوق لتحت، يبقى لازم من فوق لتحت، او الميم جيم برضو من فوق لتحت. يبقى يا اما الالف ميم يا اما الميم جيم. طبعا جيم ميم غلط، لان لازم ميم جيم بنفس الاتجاه. طبعا الاثنين دول غلط، فاللي موجود هنا فعلا الالف ميم، يعني الاختيار ده اللي هو الصح. 8 بيقول لي اذا كانت النقطه باقيه صوره النقطه دي بالانعكاس في الصادات، انعكاس الصادات بيغير اشاره السين، والعكس صحيح، انعكاس السينات بيغير اشاره الصاد. فطالما انا عاكس في الصادات هغير اشاره السين، بدل ما هي 2 تبقى سالب 2، ويبقى بالنسبه لي هنا 3. وكانت النقطه ج بواحد وسالب 3، معايا نقطه ج يا باشمهندس عباره عن واحد وسالب 3. بيقول لي المتجه ا ب بيكافئ ج د، فان النقطه د ممكن تعملها بطريقه الدرس اللي انا قلت لك لازم تبقى عارفها، او موضوع التغير. انت دلوقتي بتقول لي الالف ب، انت عندك النقطة ألف باتنين وتلاتة والنقطة ب بسالب اتنين وتلاتة. ايه التغير اللي حصل؟ الاتنين بقت سالب اتنين، يعني انت طرحت اربعة، والتلاتة زي ما هي تلاتة، يبقى انت زودت صفر او طرحت صفر، يبقى التغير اللي بيحصل سالب اربعة وصفر. يبقى انا بالنسبة لي الجيم د، انا معايا النقطة ج بواحد وسالب تلاتة، لازم يحصل عليها نفس التغير، يعني السين اطرح منها اربعة يبقى واحد ناقص اربعة يبقى سالب تلاتة، والصاد دي زي ما هي لان التغير اللي فيها صفر يبقى سالب 3 وسالب 3. يبقى اذا النقطه دي سالب 3 وسالب 3 بموضوع التغير. ممكن تجيبها بالطول، تجيب لي طول الالف ب اللي هو جذر فرق السينات 2 ناقص 2 يبقى 4 تربيع، فرق الصادات 3 ناقص 3 صفر، جذر 4 تربيع اللي هي 4. وتقوم جايب يا باشمهندس النقطه ج تجربها مع الاجابات واللي تديك 4 تبقى صح، وهي تبقى د. تاني حاجه، الطريقه بقى اللي انا بحبها واللي انا عايزك تعرفها زي ما قلت لك عشان الدرس اللي جاي، هنبدأ نجيب الألف ب متجه اللي هو عبارة عن النهاية ناقص البداية، ب ناقص ألف، سالب 2 ناقص 1 اللي هو سالب 3، 3 ناقص ناقص 3 يبقى موجب 6، تمام؟ يعني بالنسبة لي سوري، احنا الألف مع الب، الألف مع الب دي 2 ناقص بسم الله ب ناقص الألف، سالب 2 ناقص 2 يبقى سالب 4، 3 ناقص 3 يبقى 0، تمام؟ باخد الألف مع الب، حلو جدا. طيب الجيم د عبارة عن د ناقص ج، الدال معرفاه س وص، ناقص الجيم، الجيم اللي هي كام؟ واحد وسالب تلاتة، يبقى دي بتساوي س ناقص واحد، ص ناقص ناقص تلاتة يبقى ص زائد التلاتة. أقول الأول بيساوي الأول، يبقى س ناقص واحد بيساوي سالب أربعة، هنودي دي، يبقى إذا الس بسالب تلاتة، ويبقى التاني بيساوي التاني، يبقى ص زائد تلاتة بيساوي صفر، هنودي دي، يبقى إذا الص بسالب تلاتة. هتقول لي ما التغير سهل، اقول لك دي هتفيدك بقى في القصور والحاجات اللي احنا هنستعملها الدرس اللي جاي بامر الله. كده يا باشمهندس بفضل الله وصلنا لنهايه الاختبار ونهايه اول درس من كل فرع، يعني خلصنا الدرس الاول جبر، الدرس الاول حساب مثلثات، الدرس الاول هندسه. زي ما قلت لك الحصه الجايه هنحاول ناخد الدرس الثاني اللي هو المتجهات، او ناخد الدرس الثاني في الجبر جمع وطرح المصفوفات، يعني يا اما ده يا اما ده باذن الله. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان انا اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام من الرياضيات، وشكرا جدا.